كواتن دولتي أي كلا تكتن كلا تكتي ما حد دوني سأل ما حلا صمي يوم ما ينزل وزاري لسؤال يوم وعن بولي دفت صدا ويها إنه كل عمو أنا وسيدي وفي عن يعني من نمد اللي وصل علين كريو اللي وصل عليو أو دتكو رالي استوضع إن هوش دي بلوجره دوينا هنوج يعني إذا دوينا هالصوماليات الدالينا إن وجه ونعكسن لتصو دتكا شيشيها أنا ولي أنا كقوسن صومالي أنا إن لقد أيو عرض دبتة يوم ما قرن ساعة وام حدت كان خلاف كون دحية لما نوال با لأورني أنا إن لقد دوره سري وف يعني لوسو أورين لها لو أفجر لها يعني إن على الحمدنا لو بحن لها هوش هذا الله قلوبنا إن شاء الله والله قليه أنت اللي قليه لكن ماذا بنروح على ليه هاي مال ويسقط صنعة إن برايم مينستر كي شغلي ولا قاضي ماذا بيو قاضي سيدا وشغل وكل اللي كرا معها وكل اللي كرا ما لقوا علي ما حاجة ترى أنا أبو مالي برالك سيدا أتكلم أنا أبو ترى ذي مالي لكن وح يعني قرارك وح إسكال مرحبينها وح إسكال إيدات كالات علينا إيا إسكال أنه تلو ولا الهدان ديبنو هذا وحان لينا إيدات كسيدي سي يعني هلو خاش بو أخذ بان لينا وكمدي هاي قدومي يا بطمع مورو نانو مقاد قادة لكن وحان لينا هاي يعني أن قدومي يا برلمك هدو مانتب كان هيبل يحي برون الميد كلي يحي يعني او كاني امكا كتغي ومدرد بحين وجبهد يبلايك لنغوري نينو غيرك امدح جوبي او مسؤوليتك لقبان كرأو لان امكا حالد صدع ايته وحلك لبوضو او لاسكد له او يمرع معنى اوليه مجرو لك مجرو وحويا وحل وجرى خندق بفايس ايه اللي وجرى دقال بال وجرى waxa lagu jira dadbaad dad baa lagu jira dal idil baa halawsan de ma ma wuxili yani darajo la isku qabqabsado lama joogaba in wax weeyaan marka dawladda Soomaaliya la fiiriyo sida ay isku qabsanayso marka sala Djibouti lagu soo dhisayo dadka reer Djibouti adiga ba kugu tahay niyad jab waxa Soomaalida kaaga imanaya sida ugu dadaashaan xaaladda ayaan dadka kale ka ognahay waxaana niyad jab noogu dhacayni wax weyn dadkan baan ka midnahay oo aan garanaynaa maskaxdoodaan garanaynaa sida xaaladda ay ku jiraan baan garanaynaa inta fiican iyo inta la jiidayana waan kala garanaynaa inta yacni wax ku gaadhle iyo inta u dhimo lehna waan kala garanaynaa haddana dadku isagu iswada sita ayuu ku fiican yahay أنا ودي هدان لي الجميع هديك لها ما ميود وضع دل يعني دباتي سو من نجمة تريس وقول هذا تعيد أنا كفكر وأني الجميع وأني الجميع وأنك مستي وأن صعدي وحسب يعني تاريخ ذا يا حق الله وأن كوب حينه ما أحسن أنت أسيد إذا من يجلس هو كده رمى صارعنا ماذا هو واحد كهذا الشيء أنا برعد بذية دا يوكو ها مارك شيء أنا إسلامين تا ما حد كتري يجرب وعن الإدادات كاسي هدي أيدات صومالية ديهين هدي أيدونا يندلك إنا أوتاليا وضع هذا يالله إيدي تلدى لغو قاري عنفنا لغو مقار تقالنا لغو مقار خريب على باطن سندود صومالي ويكلا أتكام ويدي أما وداد ها هات أما وورلورد ها هات أما قناع سادة ها هات أما مقرن سائي إن مرعد بغيت ها هات و ولا كلاعت كان واي ولو قلو كعبك يقول واي صوما دي إلا وضا التشهدو فضل كانوا نور دحياي أن أودي سقيبتن أو كشقين أو ضدك أو شقين واحد داماي مجرون رجله أما أنك أما دفك له إن أنا يقول هليني يعني في آخر مدنا بقى يعني أنا وعم سنة مركا إن دفك الله قبته واجبوه مركا
marka kooxahan islaamiyinta sida al-shabaab iyo xisbiga islaamiga iyo waxaan arsana wal jamaa iyo kooxahan dawladda ma doonno biyahan power ba uma socono marka kuwa hadeenan talo in dal inay xukumaan oo ay u taliyaan aanay u soconin dad waxa kale ay u socdaan anigu ma garanay marka al-shabaab waxaad aaminsan tahay iyo kooxahaas aan xukunka doonaynin iyagu haddana dilka wada in wadanka laga qabtaa doonaynin in laga qabto dadku wey ha nin aqalkiisi gubaya eeb in laga qabto wey oo marka xoog looga qabto haddaha isagii xoog buu ku camal falayaa isagii waa soo wadaba xooggii oo dagaalkii wada oo dadkii laynayo oo aan u kala eegin oo ma garanaysaa si wuxuu xagga ilaahay ka yimid kaasi waa gaal la dila ma garan nin iyo shahaadanayo ma garanaysaa oo aan indiscriminately soomaali aan madhino oo taariikhda iyo wujuudka aan ka qaadna leh kaas waa layska qabto maaha haddii wadankii nin waalan tolkii baa u miyar qabaa layidhi haddii wadankaba intii sii badnayd imika iyagu ay gacanta ku hayaan dee may ka taliyaan miyay ka taliyaan ma dowlad bay iga abuureen maya kolkaa talo uma jeedaan waana jeedna bay yidhahdeen ma iyagaaba laba anigu jaafkooga kuma hadlaya dhinaca kale haddaan u wareegno anoo jabuuti usoo noqon doona somalilan iyo puntland waxa weeyaan waxoogaa way ka degan yihiin soomaalida marka loo fiiriyo sideed u aragtaa adigu iyaga dee waxaan u arkaa dad miyar qaba weli mas-uuliyadoodiina qaatay dadkoogiina maamulay dhibaatana iska dheereeyey khilaaf hadduu yimaadaana wada hadalku xalliya isbedela ninna taladii ka baxaa ku kalena soo galo in dee tilmaam laga qaato ayay ahayd laakiin tilmaam soomaalidii kama ay qaadanin iyaguna inay dee u dhibaatoodaan walaalahood oo iyaga daraaddood iyaguna dhibaato kala galay oo aanan gargaar helaynin oonan wax alla wax ma garanaysaa ay gurmadaan aanan helaynina dhibaatadaasina meesha way taallaa wadahadalkooga iyo wanaagooga iyo haddii ay isku noqonayaan iyo hadday kala tagayaan iyo hadday isku imanayaan intaasina talo iyaga u taallo marka 26-ka juun waxa weyaan somalilan doorashaa ka dhacaysa doorashadana waxaa la aaminsan yahay in ay madax banaanidooda dariiqa u jeexayso leesh kuwii horeba madax banaanida jeexaysa kuwii horeba doorashooyin uu dhici jiray maaha madaxtooye markii u horeysa maaha maxaa dee imika jadiid ka dhigaya kan iska caadi marka iska caadi waxaa la aaminsan yahay sida ay sheegayaan inay ma garanaysaa markan iyagu ay u xaadayso siday u gaari lahayeen madax banaanidooda madax banaanida way qabaan madax banaanida imika way qabaan oo taladoodii u madax banaan yihiin dowladoodii way maamulaan baarlamankoodii u jira guurtidoodii way jirtaa taas hadal kama joogo imika waxa weeyaan ictiraaf dowladeed duweli ah weeyaan waxa meesha ka maqan soo maa kaasina waxaa dee asluubtii la yaqaano ay tahay adduunku in dadkii kolkii hore isku biiray inay wada hadlaan ay kala baxaan weeyaan process internationaal ayaa isku jiro arrinkaas sidaa wey maha aanu maliya dowlad dunida sida waxa weyaan gobolkan soomaalida ay degan tahay ee ethoopia wadahadallo nabadeed baa ka socdaa layidhi oo jamhadda xoreynta soomaalida galbeed iyo dowladda ethoopia oo magaalada jabuuti ay kaga dhawaaqeen ay ku heshiiyeen ama ay wadahadal ku bilaabeen marka maxaad kala socotaa arrintan waar maqlay de mediahan waa ka maqalnay soomaalida ethoopia deganina waxa weeyaan regional state ayay leeyihiin baarlaman bay leeyihiin xukuumad maxalli ayay leeyihiin budget bay leeyihiin jaamacaday leeyihiin dhaqaalo socdana way leeyihiin haddii ay dariiqii dastuurkii waddankuna wuxuu u furayaa haddii la doonayo in ethoopia laga go-ana dariiqeedii waa jira maaha cunfi dagaal maaha dhib maaha taladana dadweynaha in loo daayo wey qolo waliba inay koox intay urursato
أي وان أفضوا يددوينها تراخدو من نغنس أنا واحد رجيني دادك إن لبسو هورت دادك إن لبسو دادك كاللل جانقادان نولول لو أقولادو رأيي بوغانا كل كهادن باللويدي مدى أحيلي إنين وريق اللباد إيو هذا اللباد مركلا أيا جبوتي اللي سكو يمان أيا تاسم الله سلطان أنا ونبدا ونجعلنا دادك إني دادكو يعني مالك وضا حلان أنو مال نبديد وقبل مقرن سائي وحل وحي داد يعني دوني إني وضا حلان أنا ومديدين هدي أي اللبادة وضا حلي سائي رالي كتاي أنا ومديدين مدى وضا حلان مكسو درايسان وحا ترى أوروكالو ليلة هذا ONLF وانا سوي انك هدونا دوني يا ما يلا قصبي دي ما يلا ما قصبي كم دوني مية الى ما حد الى ما انت مو وحيد سان كما قال انه ان اسوي حليه حرنو قد امك دقال عن كوهرو ويهن ايه دي سياسة دي سو تايما مكا وحي النبض وضع وات سودة ويني سانا سودة ويني سانا دي مكا جبوتي ان الله بانو مكا مدح ويني جبوتي وحفظن وخورو مرح ايه اللي وقاري طبان كي سانا يبنش جوكتي ودنكو ادبو وخورو مرح مكا امي كم حادك سانيسا ديم غرامركو